تفضل. احنا يا ابوي نعاني من ياسر سمعت مهم شيء الفوقاني من التهميش الرواتب ما هم خالقين الرواتب ما هم خالقين والبحار مهمش الى اقصى درجه الرجال مشغله ولجان مشغله هون استقصيات وفور في البحر الاوروبي وفي السوق الاوروبي واحنا هذا مهم شيء الى اقصى درجه الوطن عاشق ما عندني عاشق وهي النشره قصد بلاد المواليب ما فيه شاس وشنو الشعب ما هو مخرص لا عنده اعتناء الشاس وشنو ومطالبين من الرئيس عبد العزيز هذا جماعه البحاره نطالب بزياده الرواتب التي لا تتجاوز 45 الف وقيه ندورها تلحق 100% ولا باطل 200% على الاقل كيف هاو الدول المجاوره عاد التجار معانا منهم عادوا مضايقيننا في ميدان عملنا عادوا يشتغلوا معانا في البلدات اللي ما ميانتهم يشتغلوا حتى انهم عادوا يتكسوا يقدوا ما يتكسوا يشتغلوا معانا في السهول ويخلصنا خلاصنا خلاصنا مهم شيء يا قصد رجع وندور ينطرح لنا مثلا تعطينا عناية كبحارة والميدان اللي يشتغلوا فيه هو الميدان هو ركيزة هاي الدولة اللي هو الصيد اذني واحنا والشغله اللي نشغل احنا بيها امتى الشغله موجوده على 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 الكره الارضيه نعم وندور زياده في الرواتب طول عمركم ان شاء الله تو انا ندور نصر السيد الرئيس الدلقات ورز الأمانة ما يحد هم أدنى عن شيء ليلا ونهارا نحن على كركر رقاص زبر كارنسين كبيرة خلاص هاي ما وصل ما عندك أيهم دروا ما عندك أيهم بريب نحن خلاو سمعت انا متحدث باسم 400 من البحاره قط وزيون هرطام وضمن نبرات خاسره وطاونا امر قدونا تست ومشاونا ابد كامل السيد الرئيس مشاونا ابد كامل وما عندنا يوم واحد ذا شهر نختاروه يعجلوا علينا والله يعرفون احنا ما نبغوا نخسروا شيء لا نعرف شيء نخسروا لا يضروا في نفس الوقت عزلوا علينا لا يعزلوا ميعادنا حان كان يوم 25 وصبرنا اليوم واحد هنا في السنتر قال لنا ما فات جاء شيء نختار الوزير اذا عاد قابلنا باستهزاء وطحنا اذا عاد مولي قابلنا بجديه يعطينا امر عزاء